الدرس الأخير من الشابتر الثالث بيتكلم على الكيميكال بوندينج اللي هو الرابطة الكيميائية أو الترابط الكيميائي. بيتكلم على حاجة اسمها لويس ستراكشرز، تركيبات لويس، وهنعرف يعني إيه لويس ستراكشرز دي أو تركيبات لويس. في حاجة اسمها لاتس إنرجي اللي هي طاقة الشبكية، هنعرف برضو معناها. بوند بولاريتي، قطبية الرابطة، والبوند انرجي اند لينس، طول الرابطة وطاقة الربط. حتى الآن لسه ما منتظرين يا مجدي، منتظرين لأن هما في بيراجعوها وينزلوها على الموقع يعني، فأكيد انتوا هتعرفوا ساعتها يعني، وهنعرف أبلغكم يعني. الكيميكال بوندينج احنا طبعا النهاردة هنحاول نشوف كده جزء، يعني جزء من الدرس ده. أول حاجة الكيميكال بوندز، الروابط الكيميائية. يعني إيه روابط كيميائية؟ الكومباوندز ار ميد اوف اتومز هيلد توجذر باي البوندز، يعني المركبات تتكون من ذرات، والذرات دي ترتبط معا أو متماسكة معا عن طريق إيه؟ البوندز، أو اللي هي الروابط الكيميائية. ايه هي الروابط الكيميائية؟ هي قوة تجاذب ما بين الذرات، ده تعريف الروابط الكيميائية. الكيميكال بونز هي اتراكشن فورسز، هي قوة تجاذب بين الذرات. يبقى لما اجي اقول لك بقى ايه هي الرابطة الكيميائية، يبقى هي قوة تجاذب. قوة التجاذب دي بتحصل نتيجة طبعا اكيد في بروتونز والكترونز، يعني في موجب وفي سالب، بيكون في موجب وبيكون في سالب. فده بيكون شكل الجزيء يعني، او لما يجي اتنين او ذرتين بيتحدوا مع بعض، الالكترونات كلها بتتجمع في الميدل في النص. يعني شوف الالكترونات المفروض كانت بتطوف حوالين النواة دي وبتطوف حوالين النواة التانية، بنلاقي الالكترونات كلها اتجمعت في النص عشان تربط ما بين الانوية، جمع نيوكليوس، جمع نواة نيوكلياي. فبنلاقي نواة هنا ونواة هنا، والإلكترونات كلها اتجمعت في النص، هي الإلكترونات السالب والأنوية هي الموجب. فعشان كده الرابطة بتنشأ نتيجة تجاذب، بيأتي من إيه؟ من تجاذب ما بين البروتونات الموجبة اللي داخل الأنوية والإلكترونات اللي هي السالبة اللي هي موجودة في المنتصف، يسموها بوندنج الكترون بير. طبعا ايه؟ زوج الكتروني رابط. طبعا ليه بيسموه زوج الكتروني؟ لان كل ذره بتشارك بالكترون. هتقول يا دكتور ايه ده؟ يعني البالونه دي كلها هي 2 الكترون بس؟ ايوه، بس عشان هما بيتحركوا فواخدين سبيس كبير شويه، يعني واخدين مساحه ايه كبيره شويه، فبنعملها احنا في شكل زي البالونه كده. الكيميكال بونز في عندنا 3 انواع من الروابط الكيميائيه، الجدول ده مهم جدا. انواع الروابط الكيميائيه، التايبس اوف كيميكال بونز، طبعا هي بتختلف بناء على نوع الذره. يعني لما اجي اقول لك بقى ايه، لما اجيب لك اي مثال واقول لك يا ترى نوع الرابطه ايه، ايه نوع الرابطه اللي ما بين الان ايه الان ايه والسي ال، ان اس ال اللي هو ملح الطعام، يا ترى الرابطه في نوعها ايه؟ ايه الانواع اللي عندنا؟ الاول ايونيك بوند، رابطه ايونيه، كوفالنت بوند، رابطه تساهميه، ميتاليك بوند، رابطه فلزيه. ايه يا دكتور الفرق ما بين انواع الروابط دي؟ نوع العناصر. يعني انت لو عرفت نوع العناصر تقدر تعرف نوع الرابطه هتكون ايه. فالراجل هنا بيقول لي ايه، امتى تبقى البوند ايونيك؟ انا ببتدي من النص هنا، امتى تبقى البوند ايونيك؟ لما يتحد فلز مع لا فلز، ميتال مع نون ميتال، تنشا الرابطه الايه الايونيه من خلال الكترون ترانسفير، دي يعني من خلال انتقال الكترونات، وهنشوف ازاي دلوقتي. يبقى المفروض
ال ان ايه في الجدول، انا هبص كده هلاقي ايه، هلاقي في الجدول الدوري الايه، الصوديوم ميتال والكلور نون ميتال. نون ميتال، ايوه يبقى ايونيه. الصوديوم فلز والكلور لا فلز، يبقى دي رابطه ايونيه. طيب احنا عارفين ان جميع الفلزات تفقد الكترونات وتصبح موجبه، يبقى الصوديوم اكيد هيبقى اشارته موجب، بينما جميع اللا فلزات تكتسب الكترونات وتصبح سالب، يبقى الكلور هيبقى سالب. طب عشان ده يفقد وده يكسب، يبقى اكيد واحد نقل الكترون للتاني، عشان كده يا دكتور اسمها الكترونز ترانسفيرد. ايوه، كلمة الكترون ترانسفيرد دي معناها ان واحد اعطى الكترون للاخر، واحد فقد التاني اكتسب، واحد فقد التاني اكتسب، الصوديوم فقد بقى موجب، طب اللي فقده راح فين؟ خده التاني الكلور فبقى سالب. ايوه، تنقل الالكترون بتاعها للكلور، فيسموها الكترون ترانسفير. كلمه الكترون ترانسفير دي بيقولوا كاركترستيك اوف بوند، يعني صفه الرابطه او معنى الرابطه حصلت ازاي. الرابطه حصلت من خلال انتقال الكترون من الفلز الى اللا فلز، الفلز بيفقد اللا فلز يكتسب. طب يا دكتور لو قلت لي ايه سي او، ده مركب اسمه كربون مونوكسيد اللي هو اول اكسيد الكربون، هل ده مركب ايوني ولا تساهمي ولا ايه حكايته؟ فهتيجي تبص في الجدول الدوري هتلاقي الكربون نون ميتال، وتلاقي الاكسجين نون ميتال برضو. ايوه، يعني الاثنين نون ميتال. ايوه، لا لما يبقوا الاثنين نون ميتال يا مجدي، اهو نون ميتال مع نون ميتال يبقى مركب تساهمي كوفيلنت، مركب تساهمي يقولوا عليه كوفيلنت، نوع الرابطه ايه؟ كوفيلنت، رابطه تساهميه. ايه الرابطه التساهميه؟ اللي هي مشاركه الكترونات بقى، مش واحد هيفقد الثاني يكتسب، لا لا لا. اللافل الذات معروف عنها انها ايه؟ تكتسب الكترونات وتصبح سالبه. طب انا جايب اتنين لافلز، مين هيكسب؟ الاتنين عايزين ياخدوا الكترونات كلها تكس. ايوه، برافو برافو يا وليد. يعني انت دلوقتي جاي تعمل شركه مع واحد، في حد يعني هيشاركك ويقول لك انا اديك الفلوس وانت ما تدفعش حاجه خالص، ولا تقول له الله زي ما انا اعطيك انت كمان تعطيني؟ لا لا، احنا مشاركه، بتيجي كلمه مشاركه بقى صح، بتقول له انت لا لازم مشاركة، انت نص وانا النص، الاتنين ناصحين بقى زي ما بيقولوا، الاتنين عايزين فلوس، الاتنين هنا عايزين الكترونات. اللا فلز يكتسب الكترونات، طب وده لا فلز برضه يكتسب، مفيش حد يدينا يا عم، يبقى خلاص نشارك بعض بقى، نشارك بقى مساهمة بقى، اللي يقولوا عليها ايه؟ تساهمية. فالكربون جه للاكسجين، الكربون يقول له اديني والاكسجين يقول له اديني، ولا ده عايز يدي ده ولا ده عايز يدي ده، يبقى الحل ان يعملوا مشاركه. عندما يتحد لافلز مع لافلز تنشا رابطه تساهميه كوفيلنت من خلال الكترونز شيرد، يعني من خلال مشاركه الكترونات، مشاركه الكترونات بقى. كلام جميل. اما الايه بقى الرابطه الفلزيه ميتاليك، واضحه قوي من اسمها، ميتال مع ميتال، يعني جايبين اتنين فلز مع بعض وبيشاركوا الكترونات مع بعض كده، هو فلزات مع فلزات، يبقى معنى كده يا دكتور اللي بيسموها معدني صح كده تنوع. فبالتالي يعني معنى كده يا دكتور انا ببص في الجدول بعرف نوع الرابطه، ايوه فلز مع لا فلز يبقى ايونيك. الحته دي بيجي عليها سؤال، الجدول ده مهم قوي، فلز مع لا فلز يبقى ايونيك، رابطه ايونيه من خلال ايه؟ الكترونز ترانسفيرد. طب لا فلز مع لا فلز يبقى كوفيلنت، تساهميه من خلال ايه؟ الكترونز تشير، تلاقي كلمه تشير دي يعني مشاركه. ميتال مع ميتال، ها زي ايه مثلا يا دكتور؟
حط بقى نحاس على ألومنيوم. ينفع. في بعض السبائك بيسموها الألويز، الألويز اللي هي السبائك. جاب اتنين فلز على بعض وحطهم، هي دي اللي اسمها ايه؟ ده فلز مع فلز، ميتال مع ميتال، يبقى يطلع الميتاليك بوند، الرابطة الفلزية. الكترونز بولد معناها زي مسبح من الالكترونات، لان ده بيفقد وده بيفقد. الالكترونات كتير بقوا كأنهم بيعوموا في بحر الالكترونات، فيها الكترونات كتير يا دكتور. يعني ايوه، ايه الدليل؟ ان الفلزات بتوصل كهرباء لانها غنية بالالكترونات. فالكترونز بولد دي معناها ايه؟ معناها ان هو ايه، في وفرة من الالكترونات زي ما احنا شايفين. ادي بقى تفسير الرابطة، طبعا الرسمة بتوضيحية. الرابطة الأيونية تنشأ when الالكترونز have been transferred، يعني عندما تنتقل الالكترونات بين الذرات. ما احنا اتفقنا ان في فلز وفي لا فلز، وفي انتقال الكترون هيحصل. الصوديوم يفقد، الكلور يكتسب. شايفين السهم ماشي ازاي؟ ده يفقد فيبقى موجب، ده يكتسب فيبقى سالب. سالب مع موجب يحصل تجاذب اللي هو ملح الطعام، سموها كريستال لاتس، بلورة، الشبكة البلورية، يعملوا شبكة مع بعض كده، هو ده ملح الطعام، موجب مع سالب، أيونات موجبة مع أيونات إيه؟ سالبة زي ما إحنا شايفين. أوكي؟ يبقى دي الرابطة الأيونية. طب الرابطة التساومية يا دكتور؟ لا، مشاركة بقى، ده عايز وده عايز. طب يا عم سيب الإلكترون بتاعك، لا، وده سيب الإلكترون بتاعه، لا، يبقى نعمل مشاركة. يبقى الإلكترونات مشتركة ما بين الذرتين، يبقى كأنها تتحسب مع ده وتتحسب مع ده، كأني بعمل شركة مع واحد. أنا معايا 100,000 ريال وأنت معاك 100,000 ريال، يبقى معانا 200,000 ريال، كأن أنا كسبت وأنت كسبت، والـ200 موجودين إيه؟ ما بيني وبينك. هو دي المشاركة. تنشأ الكوفيلنت بوند، الرابطة التساهمية، وين ايه؟ تو اتومز شير. كلمة شير دي مهمة أوي، شيرنج. أول ما تلاقي كلمة شيرنج دي تعرف إن دي رابطة تساهمية، إنما ترانسفير اللي فاتت يبقى أيونية. خد بالك من الكلمات المهمة، الرابطة التساهمية فيها شيرنج، إلكترون شيرنج. الأيونية اللي فاتت كانت ايه؟ كانت إلكترون ايه؟ ترانسفير، انتقال الكترونات. هنا الكترون شيرنج زي ما احنا شايفين. لا فلزات بيجوا مع بعض بيعملوا شيرنج. لو كانت رابطه واحده احنا قلناها قبل كده دي، لما يبقى رابطه واحده يقولوا عليها سنجل كوفيلنت بوند، رابطه تساهميه احاديه تحتوي على زوج الكترون، يعني اثنين الكترون. يعني 1 الكترون بير يعني اثنين الكترون. زوج الكتروني واحد يعني اثنين الكترون، ما هو الزوج يعني اثنين، الزوج الواحد يعني اثنين. طب لو كان دبل كوفيلنت بوند، رابطه تساهميه ثنائيه، يبقى فيها ايه؟ زوجين، زوجين يعني اربعه. ساعات يلخبطك يقول لك الدبل كوفيلنت بوند فيها كام الكترون بير؟ تقول له اثنين. طب فيها كام تشيرد الكترونز؟ تقول له اربعه. لما يسال على الالكترونات غير لما يسأل على الزوج، زوج بالزوج كده، يبقى ده تو بيرز، يبقى هم أربعة الكترون. طب لو كان تريبل كوفيلنت بوند زي النيتروجين كده، تريبل كوفيلنت بوند يبقى ثلاث روابط، يعني ثلاث أزواج، كل خط بزوج، كل خط من دول بزوج إلكتروني، يعني اثنين واثنين يبقى ست، عشان كده ست إلكترونات مشتركة، عشان كده يبقى ست إلكترونات مشتركين مع بعض. الميتاليك بوند بقى زي ما قلت لكم، الميتاليك بوند شوف اللون الازرق ده كانه بحر الالكترونات، كل الذرات تفقد الكترونات، اللي بيقولوا عليها الكترونات التكافؤ اللي بره اللي في اخر مستوى دي. ما الرابطه الفلزيه تنشا في الفلزات فقط، تنشا في الفلزات، حيث ان الفلزات عندها لو ايونايزيشن انرجيز، يعني عندها طاقات تاين قليله، فتقدر انها تفقد الكترونات، يعني بسهولة تفقد الإلكترونات.
tend to lose electrons easily، تميل لفقد الالكترونات بسهوله، فبالتالي forming electron سي. الكترونات كتيره لدرجه كل ذره عماله تطلع الكترونات من جيبها كتير، فكده الالكترونات عددها بقى كبير قوي، بقت عامله زي الميه بقى، بحر 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 من الالكترونات، عشان كده سموه بول. يبقى الاتومز دي هتبقى كانها موجوده كده في الشبكه ديت او في الترتيب ده، كان في بحر من الالكترونات. بول ميتاليك بوند ريزلتس فروم اتراكشن من الكاتاين اللي هو الانويه الموجبه، وبحر الالكترونات السالبه دي لوكالايزد الكترونز، يعني معناها الكترونات غير ثابته او الكترونات متحركه. ايه اهم حاجه انك تعرف ان الميتاليك بوند ما بين الفلزات عشان بس ما تتوهش، وايه تاني حاجه طريقتها ازاي، الكترون بولينج مسبح الكتروني، في وفره من الالكترونات فاعتبروها كانها زي الميه. الكترون سي يعني بحر من الالكترونات المتحركه، اوف دي لوكالايزد الكترونز، الالكترونات دي لوكالايزد يعني ايه غير ثابته، او نقول عليها ايه، او نقول عليها متحركه. في عالم اسمه لويس ابتكر لنا استراكشرز يعني تركيبات، عمل لنا زي دياجرام، رسم الدياجرام كده، دياجرام دي يعني رسمه كده، رسمه مبسطه نرسم بيها الذره ونحط حواليها الكترونات التكافؤ، نوضح بيها ازاي الرابطه الايونيه بتنشا، ازاي الرابطه التساهميه بتنشا، ازاي شكل الذره. احنا اللي يهمنا في الذره هو الكترونات التكافؤ، لان هي الالكترونات اللي بتتغير during الكيميكال رياكشنز يعني اثناء التفاعلات الكيميائيه، هي الكترونات التكافؤ اللي بتتغير، يا اما نزود عليها زي الانينز كده زي تكوين الايونات السالبه، يا اما نشيل منها تبقى ايونات موجبه اللي هو الكاتاينز. فبالتالي التغيير كله بيحصل في الكترونات التكافؤ اللي هي في الاوتر شيل او في المستوى الخارجي زي ما احنا خدنا قبل كده. العالم اللي اسمه لويس قال لنا هعمل لكم سيمبل دايجرامز تو فيجوالايز يعني ليتضح رؤيه النمبر اوف فالنس الكترونز، عدد الكترونات التكافؤ اللي موجوده في عناصر المجموعات الاساسيه اللي هي العناصر A. فاكرين احنا الجدول الدوري قسمنا العناصر ل A و B. ال A هم اللي بريدكتبل لو انتم فاكرين، اللي هم يمكن التنبؤ بهم، ال A هم الاساسيين المين جروب اليمنتس، والبي كانوا الترانزيشن اليمنتس اللي هي العناصر الانتقاليه. فاحنا كل شغلنا على العناصر الاساسيه، مش هنسالكم عن الناس بتوع البي لان دول ليس بريدكتبل يعني لا يمكن التنبؤ بسلوكهم او الحاله بتاعتهم. لويس قال لنا انا هرسم رسمه مبسطه نرسم بيها الذره، نشوف نتخيل الذره دي وكانها رمز العنصر وحواليه نقط، النقط دي هي عباره عن الفالنس الكترونز اللي موجوده داخله، الفالنس الكترونز الموجوده داخله ذا دوتس، هيرسم زي رمز العنصر زي الاف اي الحديد او زي اللي هو الالومنيوم او زي الكربون، حط رمز العنصر كما هو بالجدول الدوري. بس احنا شغلنا هيبقى على العناصر الاساسيه اللي هي في العناصر ايه زي ما احنا قلنا، وكل عنصر حط له رمز ووزع حواليه النقاط، نقط قد ايه نقط يا دكتور؟ النقاط دي هي مساوية لعدد الكترونات التكافؤ، ولما احنا قلنا الكترونات التكافؤ قبل كده قلت لكم نقدر نعرف الكترونات التكافؤ في اي عنصر بطريقتين، في طريقة مملة وفي طريقة سهلة وسريعة. الطريقة المملة ان انا اعمل التوزيع الالكتروني واشوف اخر مستوى واعد الالكترونات اللي موجودة داخله، كلام جميل. المستوى الاخير اشوف في كام الكترون، يبقى هي دي الكترونات التكافؤ الفالنس الكترونز. في طريقه سهله وسريعه يا دكتور ايه هي؟ ان العنصر عنده الكترونات تكافؤ بتساوي الجروب نمبر، ايه رقم المجموعه اللي هو فيه، يعني كل اللي في المجموعه الاولى يبقى عندهم كل اللي في المجموعه الاولى عندهم الكترون تكافؤ واحد، كل اللي في المجموعه الاولى هيبقى فوق دماغهم نقطه واحده بس. يعني اروح ارسم رمز العنصر هيدروجين مثلا او ليثيوم او صوديوم واروح حاطط نقطه واحده فوقيه، خلاص هو ده لويس ستراكشر، هو ده الدياجرام بتاع لويس، هو دي تركيبات لويس. حط دوتس والدوتس دي هترمز الى الفالنس الكترونز، فاللي هو
في المجموعة الأولى يتحط عليه نقطة، اللي في المجموعة الثانية يتحط فوق دماغه نقطتين، اللي الثالثة يبقى 3 نقط وهكذا. طب واحد تستفيد بيها في إيه دي يا دكتور؟ هنشوف دلوقتي إزاي نفسر الرابطة الأيونية والرابطة التساهمية من خلال النقاط بتاعت لويس أو بطريقة رسمة لويس دي. Remember the number of valence electrons للمين جروب elements هيساوي ايه؟ الجروب نمبر. يبقى ما اقعدش بقى اعمل توزيع الكتروني 1s2 2s2 مش عارف ايه، ولو اتلخبطت باظت الدنيا. لا، انا اعرف على طول اللي في المجموعه الرابعه يبقى عنده 4 الكترونات. الكترونات التكافؤ باربعه مساويه لرقم ايه؟ المجموعه زي ما احنا شايفين. طبعا هو بيقول لي هنا من المعلومات ان طبعا مكان النقط فين دي ما هياش يعني نوت كريتيكال، يعني ما هياش مهم قوي ان انا اوزعهم، بس اخد بالي ان لازم المفروض الالكترونات احطها في رادا الاول وبعدين ابتدي اعمل ازدواج زي ما احنا هنشوف. دي الطريقه القديمه، اعمل توزيع الكتروني يا دكتور. الاكسجين عنده 8 الكترونات، عرفت منين؟ العدد الذري بتاعه 8 في الجدول الدوري، ولما يكون عنصر عدده الذري 8 في الجدول الدوري ها يبقى هو عنده 8 الكترونات، يبقى يتوزعوا 1s2 2s2 2b4. المستوى الثاني هو ده مستوى التكافؤ الخارجي، المستوى كله الدور الثاني كله في شقه اس وفي شقه بي، دي فيها 2 الكترون ودي فيها 4 الكترون، يبقى المجموع كام؟ 6. وفعلا الاكسجين موجود في المجموعه السادسه. يعني يا دكتور انا مش محتاج ان انا اعمل توزيع الكتروني. ايوه مش محتاج، برافو، هي موجود في المجموعة الستة يبقى عنده 6 نقط. بص بقى وزعها ازاي 6 نقط، 6 دوتس. لما نيجي نوزع توزيع الكتروني لما نيجي نحط الالكترونات في لويس في طريقة لويس ونحطها نقط، هتستخدموا طريقة. الطريقة ايه هي؟ ان انا بحط اول 4 فرادة الاول، اول 4 يعني 1 2 3 4. طب ده عندي 6، خلاص ابتدي اعمل ازدواج بقى. فاكرين عامله زي قاعده هوند؟ الناس اللي فاكرين ها زي قاعده هوند لما كان يقول لنا حط الالكترونات في رادة ولما يزيد ابتدي اعمل ازدواج. هنا برضو انا بوصل لحد 4 يبقوا في رادة وبعدين اعمل ازدواج. كلام جميل. يجي ازاي سؤال في الامتحان ده يا دكتور؟ يقول لك درو ارسمي لويس ستراكشر اوف الاكسجين اتوم، ارسمي لويس ستراكشر لذره الاكسجين. تروحي عامله الرسمه اللي قدامنا دي اهي. تقول يا دكتور انا ما برسمش انا بختار. طب ما هيحط لك اختيارات ويحط لك الالكترونات بطريقه غلط ويحطهم لك 7 بدل 6 ويحطهم لك 2 ويحطهم لك يبقى لا لا لا، انا عندي 6 يعني الاكسجين في جروب 6 ايه يبقى عنده 6 الكترونات، يبقى هم الـ6 متوزعين بالطريقه دي. ده شكل الايه؟ لويس ستراكشر لمين؟ للاكسجين. كل اللي في المجموعه الاولى يبقى عندهم نقطه واحده. يا دكتور انت هنا حاطط 1 2 3 4 5 6 7 8، انت حاطط 8 عناصر، هم دول اللي عندنا، هم ده لويس ستراكشر للعناصر بتاعت الجدول كله؟ لا، دي للمجموعات كلها، الليثيوم ومجموعته، يعني الليثيوم تحتيه صوديوم. يبقى لو انا سالتك على الصوديوم هتكتبي ان ايه وعليه نقطه زي الليثيوم بالظبط، وبوتاسيوم تحت الصوديوم يا دكتور هيبقى كي وعليه نقطة. يعني كل المجموعة، يعني كأن أنا جبت ممثل لكل مجموعة، الليثيوم المجموعة الأولى يبقى نقطة واحدة بس، البريليوم ده المجموعة الثانية تحته كالسيوم بيبقى برضو كالسيوم هيبقى بنقطتين بنفس الطريقة، تحته باريوم تحته سترانشيوم، كل العناصر بتاعت المجموعة الثانية تبقى عندها نقطتين، المجموعة الثانية يبقى نقطتين. المجموعة الثالثة البورون وتحته ألومنيوم، مشهور الألومنيوم بيجي في الامتحان، يبقى ألومنيوم في جروب 3 يبقى عنده 3 دوتس يعني 3 فيلنس الكترونز لأنه في المجموعة الثالثة. يبقى أنا إحنا لما المجموعة الرابعة، يبقى أنا لما باخد مثال من دول بساعات بيجوا منهم في الامتحان، بس حتى لو جاء واحد من مجموعة أي واحد في دول أقدر أعرف، ما أنا معايا الجدول الدوري، ابص في الجدول الدوري ها وابص كده. اه لا، السيليكون يا دكتور ليه الاستراكشر بتاعه عامل ازاي؟ تقول استنى كده يا دكتور انا هشوف السيليكون بصيت اللي هو ايه مكتوب في الجدول اس اي، السيليكون ده في المجموعه الرابعه. الله، ده زي الكربون، يبقى شيل الحرف السي اللي انا رسمه ده قدامك ده وبدليه باس اي وحطي الـ4 نقط حواليه، يبقى هو ده الايه؟ ليوس الاستراكشر بتاع مين؟ بتاع السيليكون.
ما هو نفس زي الكربون، ما دام في نفس المجموعة يبقى شبه بعض بالظبط. كل اللي في المجموعة الخامسة زي النيتروجين، كل اللي في المجموعة الستة زي الأكسجين، كل اللي في المجموعة السابعة زي الفلور، كل اللي في المجموعة الثامنة زي النيون، ما عدا الهيليوم الوحيد اللي هو اكسبشن. أصل الهيليوم ربنا خلقه باتنين إلكترون بس، هيكمل تمانية إزاي؟ هو هيليوم اتنين إلكترون وخلاص، فده حالة خاصة. إنما كل الهيئة النوبل الجازس، كل الغازات النبيلة زيها زي النيون. بص يا رغد بقى، سؤالك ممتاز جدا. ما يفرق ونحط النقاط فين؟ لا تفرق. بصي كده، أول نقطة حطها الليثيوم، حطها يا دكتور، حطها في اليمين. لو حطيتها في الشمال ولا تفرق، لو حطيتها فوق ولا تفرق، لو حطيتها تحت ولا تفرق. يعني حطيها في أي مكان من الأماكن، المهم تعرفوا الأربع اتجاهات الأصلية. عارفين الأربع اتجاهات الأصلية اللي هو الشمال والجنوب والشرق والغرب؟ هي نفس الحكاية دي، حطيها في أي مكان. بس اللي يهمنا أكتر هو إيه بقى؟ لما حطينا هنا إلكترون، لما جينا نحط التاني حطيناه الناحية المقابلة عشان يبقوا بعيد عن بعض. أصل الإلكترونات ما بتحبش بعض، بتتنافر مع بعضها، فالمفروض يبقوا أبعد شيء عن بعض. فبتحطي النقاط على حسب رقم المجموعة. أيوه يا سارة بالظبط كده، البريليوم دوت في المجموعة التانية. عرفت منين يا دكتور؟ عشان عنده نقطتين. ها؟ طب افرض قال لي لو استراكشر للبريليوم، يبقى اشوف المجموعه واحط النقط على ايه، مساويه لعدد ايه، المجموعه او رقم المجموعه. يبقى البريليوم حطيت نقطتين، حطي واحده يمين. طب افرض واحده فيكم قالت لا، طب انا هخلي النقطه فوق ونقطه تحت. خلاص ماشي، مفيش مشكله، المهم يكونوا بعيد عن بعض، يا فوق وتحت، شمال وجنوب، يا اما شرق وغرب. خلاص حلو قوي. النقطه الثالثه، ملاحظين انا برسم الايه، الاتجاهات ازاي الاصليه؟ يعني الالكترونات انا عندي ثلاثة دلوقتي، طب احط الثلاثة ازاي؟ واحدة شمال، واحدة اللي هو غرب وشرق وشمال، ولسه الجنوب، لان ما فيش الكترونات زيادة. يبقى انا حطيت ثلاثة بس. لما احط أربعة، الكربون ده اللي في نص، يعتبر كأنه في نص الجدول، هو اللي كمل أربعة. فلما حطينا أربعة حطيناهم في الاتجاهات الأصلية بالظبط. يبقى انا دلوقتي لما يجي لي لويس ستراكشر لاي ذره، احط الالكترونات نقطه، طب اكمل النقطتين، يبقى لو نقطتين يبقى قصاد بعض، لو ثلاث نقط يبقى على الاتجاهات الاصليه كده. واحده هنا واحده. افرض يا دكتور اللي فوق دي خليتها انت تحت ولا تفرق، واحنا شايفين حاجه. بس دي طريقه مجرد تمثيل، يعني طريقه من لويس عشان نمثل الذره، بس تمثيل نقطي يعني بالنقاط. طيب الكربون اربعه، حطينا الاربعه من بعد اربعه بقى، ونهدى شويه، يبتدي يحصل ازدواج بقى. يعني اكتر حاجه في لويس الكترونات مفرده اربعه، اكتر حاجه في لويس اربعه مفردين، بعد الاربعه يبتدي يحصل ازدواج. هتقول يا دكتور انت عملت ازدواج للي في اليمين، طب ليه ما عملتش اللي في الشمال احسن؟ ولا تفرق، واحنا شايفين حاجه، المهم ان واحد من الاربعه يحصل له ازدواج وخلاص. يبقى حطيت الخمسه هم الاربعه الاولانيين وعملت ازدواج لواحد. طب افرض كانوا ستة، خلاص اعمل ازدواج لاثنين منهم. طب افرض كانوا سبعة، اعمل ازدواج لثلاثة منهم. طب افرض كانوا ثمانية، يبقى كلهم مزدوجين. النوبل جازز المجموعة الثامنة بتبقى كل الالكترونات فيها بيرت، مزدوجة. لا حاجة ظريفة بقى، حاجة ظريفة. طيب يا عم لويس، انت يعني عملت لنا نقط ووجعت دماغنا بيها، طب ايه الفايدة يعني؟ لا في فايدة. ايه الفايده دي؟ الفايده ان بعدد الالكترونات السنجل، اهو هكتب اهو، السنجل الكترون يساوي النمبر اوف بوندز، عدد الروابط. يعني الليثيوم عشان عنده الكترون واحد يعمل عدد روابط كام؟ واحده. يقدر الليثيوم يعمل رابطه واحده بس. البريليوم يعمل كام رابطة؟ ها يا مروة صح، يبقى البريليوم عشان اتنين الكترون يبقى يعمل ايه؟ يبقى يعمل رابطتين صح. البورون واللي تبعه، يعني ايه اللي تبعه يا دكتور؟ يعني المجموعة الثالثة كلها بورون بقى، ألومنيوم، كل الناس اللي في المجموعة الثالثة تعمل كام؟ تعمل ثلاث روابط عشان عندها ثلاث الكترونات. الكربون يعمل كام؟ الكربون عنده أربع إلكترونات مفردة، سنجل إلكترونز، يبقى يقدر يعمل أربع روابط. كلام جميل. طب حد شاطر بقى يقول لي النيتروجين يعمل كام؟
النيتروجين يعمل كام رابطة؟ بصوا كده للنيتروجين قدامكم كده قولوا لي. برافو يا رغد، يعني كأن اللي بيحصل له بيرنج الكترون والتاني زميله موته خلاص ما يتحسبش. احنا عشان كده يا دكتور انت كتبت في الشات السنجل الكترون تساوي نمبر اوف بونز ار سنجل، ما قلتش الكترونز وبس، انا قلت لا السنجل بس اللي هم الانبيرد. الانبيرد يقولوا عليهم ايه؟ انبيرد الكترونز تساوي النمبر اوف بوندز، يبقى عدد الالكترونات اللي امبيرد السنجل هم دول اللي يساووا عدد الايه الروابط. عشان كده النيتروجين يا دكتور لما بيعمل حاجه اسمها امونيا بيتحد مع 3 هيدروجين بس. ايوه على الرغم ان عنده 5 الكترونات. ايوه اصل في 2 بيرد مع نفسهم يبقى كده في 3 هم اللي افيلبل، يبقى في 3 هم اللي متاحين. الاكسجين، واحده شاطره كده تقول لي الاكسجين اللي في المجموعه السادسه برافو برافو يا مرو. ليه يعمل يا دكتور؟ الله ده عنده 6 الكترونات يا دكتور، ليه يعمل 2 بس؟ يشارك ب2 ويفضل الاربعه ما يشتغلوش. ايوه اصلهم بيرد، البيرد ده ما يشتغلش ما يعملش روابط كانه عمل رابطه مع نفسه. فيبقى عندي 2 سنجل 2 انبيرد الكترونز يبقى عدد الايه الروابط. عشان كده يا دكتور الميه H2O يعني الاكسجين متحد مع 2 هيدروجين بس عامل رابطتين مع 2 هيدروجين بس. ايوه عشان كده الاكسجين بيعمل رابطتين مع الهيدروجين فيعمل رابطتين عشان عنده 2 سنجل. الفلور والكلور والبرو كل الهالوجينات. استنى يا دكتور عشان كده ال HCl بيبقى H مع Cl بس. ايه ده؟ ده الهيدروجين عامل رابطة واحدة والكلور عامل رابطة واحدة. لأن الهيدروجين من مجموعة الليثيوم أبو نقطة واحدة، والكلور من المجموعة السابعة اللي هي برضو بنقطة واحدة سنجل، لأن اللعبة هي عدد السنجل. ده يعمل رابطة واحدة وده يعمل رابطة واحدة. واحدة فيكو شاطرة كده ومركزة تقول لي النيون ها يعمل كام رابطة؟ النيون يعمل كام رابطة؟ ها؟ ما ايوه ما يعمل. برافو. ليه؟ خلاص ده عشان كده. استنى يا دكتور عشان كده اسمها نوبل جازز، عشان كده اسمها انرت جازز، عشان كده اسمها غازات خامله وغازات نبيله وما تحبش تتحد مع اي عنصر اخر. ايوه هي قافله مع نفسها. ذرات الهيليوم او اللي هو النيون او الارجون او كل النوبل جازز ما بتعملش روابط. نقول زيرو روابط. ما بتعملش روابط ليه؟ لان ما عندهاش انبيرد الكترونز او ما عندهاش سنجل ايه الكترونز. لا برافو يا ساره، لانه مكتمل. برافو، لانه مكتمل يعني الالكترونات كلها بيرد. فشوف يا دكتور جالي في الامتحان وقال لي الفوسفور اعملي لويس ستراكشر بتاعه. طب ما هو الفوسفور ابن عم النيتروجين، ما هو الاثنين في مجموعه واحده عيله واحده صح؟ لانه في المجموعه الخامسه. عشان كده نفس النقط حطها هي هي بس غير رمز ال N وخلاه ايه وخلاه بي. يعني اي حاجه تجيلنا كده في الامتحان، اي حاجه تجيلك في الامتحان بنفس الايه بنفس الطريقه تروح حطها يعمل 3 روابط. برافو يا رب، يعمل 3 روابط. بصوا بقى لويس بقى استفدنا منه في ايه؟ لما حب يفسر لنا قال لنا بصوا بقى انا هفهمكم ازاي الرابطه الايونيه تحصل باستخدام لويس ستراكشر. ازاي الرابطه الايونيه تحصل؟ البوتاسيوم بنقطه، ها؟ لانه في المجموعه الاولى. الكلور 7 نقط لانه في المجموعه السابعه. ده عنده الكترون انبيرت وده عنده الكترون واحد انبيرت، يبقى دلوقتي ايه؟ ده يعمل رابطه وده يعمل رابطه، هي رابطه واحده عدد الروابط اللي يقدر يعملها. لما جينا حطينا الكي مع السي ال ايه اللي حصل؟ الكي ميتال والسي ال نون ميتال. ولما يتقابل القانون ايه بقى بتاع الروابط الكيميائيه؟ الكيميكال بوند عندما يتحد فلز مع لا فلز تنشا رابطه ايونيه. يعني ايه يا دكتور رابطه ايونيه؟ يعني الفلز يفقد واللا فلز يكتسب. ايوه برافو يا مرو. يعني النقطه بتاعت البوتاسيوم تمشي وتروح للكلور. عشان كده البوتاسيوم من غير نقطه بقى بوستيف، بقى كاتايون، بقى موجب.
والسي ال لما خد الالكترون وجوز الالكترون ده خلاه بيرت، بقى نيجاتيف، بقى اناين. ايه ده يعني اللعبه هي كده يا دكتور؟ اه كل واحد عايز يكتمل بطريقته. انا البوتاسيوم عايز يفقد، الكلور عايز يكتسب، يبقى هناخد النقطه من البوتاسيوم نوديها للكلور. هو ده طريقه لويس. ايوه، وبينا الكلور انه اكتسب، حطينا عليه قوسين وحطينا عليه اشاره سالبه ان الراجل ده كسبان الكترون، عشان ما ينساش نفسه. هو المفروض 7 بس بقى 8 على حساب مين؟ على حساب البوتاسيوم زي ما احنا شايفين. ده تفسير الرابطه الايونيه بطريقه لويس، تفسير الرابطه الايونيه بطريقه لويس. طب افرض يا دكتور انا جبت لنا صوديوم وكبريت اللي هو سلفر، ركزوا لي كده في السلفر اللي مرسوم في النص ده. انت ليه يا دكتور حطيت عليه 6 نقط؟ ليه يا دكتور حطيت 6 نقط؟ ما حطيتهمش 7 ليه؟ ما حطيتهمش 5 ليه؟ ما حطيتهمش 2 ليه؟ لان الاس في المجموعه الكام؟ في المجموعه السادسه، زيه زي الاكسجين بالظبط، لانه بالمجموعه السادسه. حطي ال6 نقط. اه حطينا ال6 نقط. تقول يا دكتور استنى، انت حطيت ال6 نقط، واحد في الشمال وواحد في اليمين وواحد فوق وواحد تحت، وبعدين عملت ازدواج للي فوق واللي تحت. طب ليه يا دكتور؟ ليه عملت ازدواج للي فوق واللي تحت؟ عشان يبقوا الاثنين دول فري للصوديوم. ونسأل سؤال، هو كده الكبريت عنده كام الكترون سنجل؟ كام الكترون ان بيرد؟ زي ما كتبت لكم في الشات كده، عنده عنده 2، يبقى يعمل ايه؟ رابطتين. يعني يكفي واحدة صوديوم ولا 2 صوديوم؟ لا، يبقى 2 صوديوم يا دكتور. يبقى كده لازم 2 صوديوم يجوا عشان نجوز ده كده، برضو يحصل ازدواج لده ويحصل ازدواج. عشان كده عمر الكبريت ما بيكون ان اي اس. اللي هيكتب ان اي اس كده هيبقى غلط. لا لا لا، مش صوديوم واحدة تكفي لكبريت واحدة، لا غلط، لازم يكون 2 صوديوم مع واحدة اس. هو ده الشكل الصحيح، 2 صوديوم عشان يكملوا الكبريت من ناحيتين. شايفين؟ عشان كده الكبريت عنده 2 سنجل، فلازم لو جات له واحدة صوديوم يقول لا لا مع السلامة، ما ينفعش، لازم يبقى 2 صوديوم. فتيجي الاثنين صوديوم، واحدة تفقد الالكترون تدي للاس، والتانية تفقد الالكترون وتدي. طب هو الصوديوم بيفقد كده يا دكتور بسهولة؟ يعني الصوديوم كده بيضحي بنفسه؟ ايوه، لانه فلز، وجميع الفلزات تفقد الكترونات وتصبح ايه؟ موجبة. عشان كده الصوديوم هيفقد، ها، عشان يبقى مستقر موجب واحد، والصوديوم ده موجب واحد، ها، يبقى 2 موجب، والكبريت في النص بقى 2 سالب، لانه اكتسب 2 الكترون. عرفنا؟ الله، يعني ده لويس بقى يفسر لنا التركيبات ازاي بقى مع لعبه النقط دي. اي بقى يعرفنا ازاي النقط بتتحرك وهي الكترونات كانها. ده كانه تفسير لشكل المركبات ايه؟ الايونيه زي ما احنا شايفين. طيب يا دكتور، ده اي مثال بقى؟ نفس الفكره، ادي نحاس ومعاه 2 سي ال، يبقى اكيد نفس الفكره، النحاس مع الاثنين سي ال يبقى اكيد ايه؟ برضو بيدي الكلور ده واحده يكمل بيها، ويدي واحده للكلور الثاني يكمل بيها، وبرضو نفس الحكايه، يبقى النحاس بقى موجب 2 والكلور كل واحده هتبقى سالب 1. يبقى كل ده تفسير للايونيك بوندنج، للربط الايوني، ازاي الفلز بيفقد وازاي اللا فلز بيكتسب. نفسرها ازاي بطريقه لويس؟ ان النقطه تروح من الفلز الى اللافلز، اللي بيفقد الكترونات تتولد عليه شحنه موجبه، واللي يكتسب الكترونات تتولد عليه شحنه سالبه، ويبقى هو ده تركيب لويس الصحيح لاي ايه؟ لاي مركب عندنا. طيب هل المركبات الايونيه بس يا دكتور؟ لا، وممكن المركبات التساهميه كمان. ممكن المركبات التساهميه، يعني ايه مركبات تساهميه يا دكتور؟ فكرنا بيه. تنشا الرابطه التساهميه عندما يتحد لافلز مع لافلز. وقلت لكم معلومة مهمة قوي قبل كده، إياك تنسوا إن الهيدروجين على الرغم إنه في المجموعة الأولى إلا إنه في إيه؟ لا فلز. الهيدروجين لا فلز، يعني زيه زي اللافلزات، وجميع الفلزات تكتسب إيه؟ تكتسب إلكترونات. طب الهيدروجين عايز يكتسب والأكسجين عايز يكتسب، يموتوا بعض بقى ولا إيه؟ أنا عايز وأنت عايز، لا لا، يبقى نشارك بعض بقى. يبقى نعمل مشاركه بقى اللي هي الرابطه الايه؟ التساهميه.
يبقى الرابطه التساهميه تنشا ازاي لما يبقى لافي للذات مع بعض؟ عملها ازاي يا عم لويس؟ ليه لويس حط على الهيدروجين نقطه واحده بس؟ ها؟ ليه لويس حط نقطه واحده بس على الهيدروجين؟ لانه في ايه؟ لانه في المجموعه، ايوه كده، لانه في المجموعه الاولى، لانه في المجموعه الاولى. طب ليه الاكسجين حط عليه ست نقط يا دكتور؟ لانه ايه؟ لانه في المجموعه السادسه. طب لما وزعنا الالكترونات اللي هم السته دول، الله، عملنا ازدواج لاثنين وسيبنا اثنين، سيبنا اثنين سنجل، يبقى كده يعمل رابطه مع اثنين. عشان كده الاكسجين مع الميه بيعمل رابطتين، اي عشان كده الاكسجين مع الايه؟ مع الهيدروجين في الميه بيعمل رابطتين. اهو شوف المشاركه، ادي الكترون، النقطه دي كانها الكترون يجي هنا وده يجي يشارك بعض بقى. نشارك بعض بقى، شركة بنعملها. لا لا لا، أنا هدفع لك أنا ثمن الشركة، لا أنت تنص وأنا النص. هو ده اللي بيسموها شركة مساهمة أو تساهمية. فإيه اللي حصل؟ الإلكترونين دول جم في النص، يتحسبوا مع الهيدروجين ويتحسبوا مع الأكسجين. كده الهيدروجين كأني بقى في جيبه اتنين، ما هو بالمشاركة دي كسب. بقى أصبح الهيدروجين كأني عنده اتنين يقولوا عليه دويت، دويت يعني ثنائي. دويت يعني ثنائي، الهيدروجين اقصى امانيه ان يبقى اتنين الكترون، لما يعمل رابطه كده بالالكترون بتاعه شكرا كده خلاص بقى مستقر. الهيدروجين اصل صغير ما عندوش الا واحد بس، فيكملوا يبقى اتنين خلاص على كده. انما الذرات الكبيره توصل لاوكتت يعني تمانية، ابو سبعه ياخد واحد يبقى تمانية، ابو سته ياخد اتنين فيبقى تمانية. شوف الاكسجين بقى ايه، لكل اللي في المجموعه السته نفسهم ياخدوا اتنين. فاكرين لما قلنا رقم المجموعه ناقص 8؟ هي كانت اللعبه دي، رقم عشان يبقى ناقص 2. ناقص 2 يعني ايه؟ يعني هيزيد عليه 2 الكترون عشان يكمل ل 8. فكل العناصر بتميل انها تبقى ايه؟ تبقى اوكتت، يعني تبقى 8 الكترونات حولها. فهنا الاكسجين اهو، أو شوف شارك الهيدروجين من الناحيتين عشان يكمل نفسه يبقى 8، عشان يكمل الإلكترون المفرد ده ويكمل الإلكترون المفرد ده. والهيدروجين فرحان لأنه هو كمان برضه وصل لأقصى استقرار اللي هو دويت، دويت يعني ثنائي. كلام جميل. طب يا دكتور لما نيجي نرسم المية نرسمها بالشكل الكور ده، وشكل ده ساعات في المس في الرياضيات بيسموه أشكال فين، كانت زمان كده يرسموها لنا عشان يوضحوا لنا التقاطع ما بين الدوائر وبعضها، وان اللي داخل المساحه المظلله ما بين الدائرتين يتحسب مع الناحيتين زي ما احنا شفنا. ففعلا الاثنين دول يتحسبوا مع الهيدروجين ويتحسبوا مع الاكسجين، ده كسب وده كسب. كلام جميل. طب هل هيترسموا بالطريقه دي يا دكتور؟ لا لا اكيد طبعا لا. هنيجي في الاخر نعرف حاجه بقى ايه. بص، بدل ما تحط الكترونات ما بين ذرتين نعملها خط. الالكترونات اللي بين ذرتين نعملها خط خط خط، يا سنجل كوفيلنت بوند، يقولوا عليهم ايه؟ يقولوا عليهم بوندنج بير. كلمه بوندنج بير يعني زوج رابط، زوج رابطه يعني. دول اتنين يعني، الخط ده يا دكتور هو الاتنين الكترون اللي احنا كنا بنشوفهم ما بين الذرتين، اي هم دول اللي موجودين في اشكال فين في النص هنا، اي هم دول. بدل لما هنعملهم نقطتين كده، لا لا، هنقول ايه؟ في ذره على اليمين وذره على الشمال، يبقى اعملها خط على طول، يبقى دي تفضل خط. انما الالكترونات المزدوجه على نفس الذره تفضل عيون كده فوقي، تفضل زي ما هي عيون كده. يبقى الالكترونات اللي ما بين الذرات تبقى بوندنج بيرز، بوندنج بيرز يعني ازواج رابطه من الالكترونات، يقولوا عليها تشيرد بيرز يعني ازواج مشتركه، ازواج مشتركه ما بين الذرتين. جزيء الميه عنده رابطتين، عنده اتنين بوندنج بير. دي بقى الايه؟ دي المسميات اللي احنا لازم نبقى عارفينها بقى. اي رابطه اسمها ايه؟ بوندنج بير. ما هو بير، اصل هو فعلا اتنين الكترون، اي رابطه هي اتنين الكترون، يسموها ايه يا دكتور؟ اسمها ايه؟ اسمها بوندنج بير. يبقى ما نتخضش لما اي رابطه نسميها ايه؟ نسميها بوندنج بير اوف الكترونز. يعني ايه؟ يعني زوج من ايه؟ من الالكترونات زي ما احنا شايفين. يبقى بوندنج بير، بوندنج بير اللي هو الرابط يعني. طب ايه بقى لون بير؟ لون بير دي اللي هي
الالكترونات اللي مزدوجه على نفس العنصر ما اشتركتش مع ذرات تانية، اللي هم مزدوجين في شكل لويس اصلا، اللي هم من الاساس كانوا معمول لهم ازدواج، اللي احنا قلنا ما يخشوش في الروابط. عشان كده يا دكتور انت قلت لنا ان عدد الالكترونات السنجل هي عدد الروابط، اي وهم دول اللي بيعملوا روابط، انما الالكترونات المزدوجه ما تعملش. اسمها ايه بقى؟ اسمها لون بير، اسمها لون بير. وكلمه لون بير يعني زوج حر او زوج فريد، يعني مش ماسك في ذره تانية على نفس الذره، انشيرت غير مشترك او نون بوندنج. كلمه نون بوندنج يعني غير رابط، ده موجود على ذره واحده زي ما بيقول، مش مرتبط بذره اخرى. كلام جميل. ايوه بالظبط يا ساره كده، برافو، زوج حر. يبقى اللي فوق الاكسجين ده، يبقى كده الميه فيها كام بوندنج بير؟ استنى يا دكتور، فيها خط يمين وخط شمال، يبقى كده فيها اتنين. طب فيها كام لون بير؟ فيها برضو اتنين. وتيجي سؤال في الامتحان، يجي سؤال في الامتحان يقول لي عدد البوندنج بير في الميه قد ايه وعدد اللون بير قد ايه، اقول له اتنين لون بوندنج بير واتنين لون بير، بس كده. فاي مثال في الامثله دي كلها، ادي الكلور، حيلته واحده هنا وواحده، ايه ده الكلور الغني ده كله يعمل رابطه واحده بس يا دكتور؟ يعمل رابطه واحده بس ليه؟ اصل هي سنجل، عدد الالكترونات السنجل هي واحده، ادي رسمه الكلور، يعني يعمل رابطه واحده بس ويفضل كل الالكترونات التانية لون بيرز. اي فالكلور كده عنده كام بوندنج بير وكام لون بير؟ الكلور كده احنا شايفين اهو كام بوندنج بير. ايوه برافو، واحد. كام بوندنج؟ يبقى انتوا لما اقول لكم كام بوندنج بير يعني كام رابطه، يعني كام رابطه واحده. طب كام لون بير؟ لا استنى يا دكتور، لون بير استنى بقى، لا ده هنحسب بقى، ده كتير. اي برافو يا مروه، ست، ثلاثة على دي وثلاثة على دي، ده اسمه لون بير وده اسمه لون بير. ايوه ده اسمه لون بير وده اسمه لون بير وده اسمه لون بير، ادي ثلاثة. ومن الناحية التانية زيها يبقى ستة. يبقى الكلور ايه؟ الكلور عنده واحد بوندنج بير وستة لون بير. الحاجات دي بتيجي في الامتحان يا دكتور. اي يجيب لي مثال منهم، هم الأمثلة معروفة اللي احنا شارحين عليها، بيجي يقول لي طبعا الكلور زيه زي الفلور زي البروم زي اليود، خلاص هو ستة لون بير وواحد بوندنج بير، خلاص ما دام نفس المجموعة يبقى نفس الايه؟ يبقى نفس المثال بالظبط بنفس الايه؟ بنفس الرابط. شوف الهيدروجين يا دكتور، الهيدروجين هيعمل بالالكترون اللي حيلته رابطة، ايوه كم عدد البوندنج بير في الهيدروجين؟ كم عدد البوندنج بير في الهيدروجين؟ واحدة، برافو، واحدة. طب كم عدد اللون بير في الهيدروجين؟ كم عدد؟ صفر، برافو، هو حيلته حاجة يا عم، ده هو بالعافية عمل رابطة وفطس على كده، خلاص. يبقى هو ما عندوش أصلاً إلكترونات زيادة، ما عندوش، لويس كان حاطط له نقطة واحدة بس هو عمل بيها رابطة، خلاص خلص. يبقى ما عندوش إيه؟ أي لون بير موجود. الأكسجين نفس الحكاية، يعمل رابطتين، ما أصله عنده اتنين سنجل. الاثنين سنجل دول يتحدوا مع الاثنين سنجل دول يعمل دبل بوند، يعمل رابطتين ثنائيتين. بص بقى لشكل الاكسجين كده وايه، ها ركزي كده، هو ده الشكل اللي بيجي، يجي يقول لي عدد البوندنج بير كام في الاكسجين؟ عدد البوندنج بير في الاكسجين اثنين، برافو. لما اقول لك بوندنج بير يعني ايه؟ يعني بونز، كام عدد الروابط؟ يبقى هم اثنين يا دكتور. طب كام عدد اللون بير؟ اللون بير، ها أربعة، برافو، اتنين على الناحية دي واتنين على الناحية دي، برافو جميل. طب النيتروجين، لا أسأل سؤال الأول يا دكتور، هي ماشية معاك بالصدفة كده ولا؟ طب ليه النيتروجين عمل ثلاث روابط يا دكتور؟ ليه النيتروجين عامل ثلاث روابط؟ لأن النيتروجين أساسا في المجموعة الخامسة، لأنه في المجموعة الخامسة، فلما عملنا شكل لويس واحد اتنين تلاتة أربعة، فاكرين لما قلنا طريقة لويس إزاي؟ حط يا دكتور الاربع نقط الاول في الاتجاهات الاصليه، فاضل خامس، يبقى نعمل بيه ازدواج، يبقى كده اصبح كام عدد سنجل الكترونز؟ ثلاثه بس، يبقى ثلاثه بس، يبقى وده برضو ثلاثه بس، يبقى يعملوا ايه؟ يبقى يعملوا مشاركه مع بعض ثلاث روابط. ايوه كده، عدد السنجل هو عدد الروابط، يبقى النيتروجين، ايوه ثلاث روابط، برافو. يبقى النيتروجين عمل ثلاث روابط،
واللون بير اليتيم اللي موجود من الاول ده دكتور يفضل اي، يبقى كده النيتروجين جزيء النيتروجين ها عنده كام بوندنج بير؟ كام بوندنج بير؟ ها كام بوندنج بير اللي هي الروابط؟ يبقى ثلاثة. برافو كده، يبقى هي ثلاثة. طب كام لون بير؟ اللون بير ايه؟ اثنين. ايوه كده، ركزوا. لما اقول لكم بوندنج بير يبقى بوند، ولما اقول لكم لون بير يبقى هي الالكترونات الايه؟ المزدوجة الحرة دي، اللي هو زوج حر او زوج فريد زي ما احنا شايفين. كلام جميل. فالحتة دي حتة ظريفة جدا، ولو ما بتيجي في الامتحان بيجي من الامثله دي، وهبعت لكم الامثله دي في جدول كده عشان تبقوا ايه حافظينها ومذاكرينها كويس قوي. بيجي منهم يقول لك في الجزء دوت كام عدد اللون بير وكام عدد البوندنج بير ايه. فهبعتها لكم على الجروب. من الحاجات الاخيره في الدرس دوت، لاتس انرجي. لاتس انرجي اللي هي قوه التماسك ما بين الايونات وبعضها في المركب الايوني، في الايونيك كومباوند. بنلاقي ايه؟ ايونات موجبه وايونات سالبه. بيسموا التركيب ده، التركيب ده لاتس، كريستال لاتس. كريستال لاتس يعني ايه؟ شبكه بلوريه كريستاليه يعني. شايفين اه تجميعه كده من الموجب وايه والسالب. الكريستال لاتس دي عشان نقدر نفكها من بعض بنحتاج طاقه، الطاقه دي اسمها لاتس انرجي. يبقى هي الطاقه لتفكيك، كانه مبنى كبير وبنفكه، بنفكه حته حته، مبنى كبير وبنفكه. الانرجي ريكواير تو كومبليتلي سيبريت، الطاقه اللازمه لفصل تام وكامل لواحد مول من الكريستالاين ايونيك كومباوند. كل ده هنفكه نحوله لايونات غازيه، لايونات من الغاز. اه هنحتاج طاقه اه اسمها لاتس انرجي. اللاتس انرجي دي بتكون قويه جدا وبتحتاج طاقه كبيره قوي، كل ما كان شحنه الايون كبيره وكل ما كان حجمه صغير، عشان يبقى التماسك قوي قوي يعني. هي اللي هيكون في ارتباط بينهم وبين بعض قوي جدا لما الشحنه تزيد والحجم يصغر. الشحنه تزيد والحجم يصغر، هو ده اللي يخلي اللاتس انرجي او طاقه الايه الشبكيه تكون عاليه جدا. دي بعض المعلومات ايه اللي هي عن المركبات الايونيه. درجه الانصهار بتاعتها فوق ال 300، بويلنج بوينت عاليه جدا، بريتل وهارد يعني قويه جدا وقاسيه ولكن هشه، كلها مواد كريستالاين سوليدز يعني مواد صلبه بلوريه في درجه حراره الغرفه، لا توصل التيار الكهربي لو هي في الحاله الصلبه، ولكن في الحاله السائله ما ينفعش تجيب لي ملح وتحط فيه سلكتين وتقول لي اللمبه تنور، لا لا لا، لازم تذوب الملح في ميه، لازم تخليه مصهور مثلا، ان اس ال لازم تحوله الى سائل مولتن، يبقى هو ده اللي يوصل. انما كل الايونيك كومباوندز اللي هي في الليكويد وفي السوليد ستيت بتبقى ثيرمال انسليتور يعني مواد عازله للحراره. معظم الايونيك كومباوندز زي الملح الطعام، ملح الطعام الايونيك كومباوندز بتكون بتدوب في الميه بسهوله جدا. الالكترونيجاتيفيتي احنا كنا شرحناها قبل كده زمان. الالكترونيجاتيفيتي هي قدره الذره على جذب الكترونات الرابطه لناحيتها، كنا قلناها احنا في الشابتر الثاني قبل كده، وقلنا ان الذره بتشد الالكترونات ناحيتها بقوه اسمها الكترونيجاتيفيتي او سالبيه كهربيه. فكل ما كانت الذره سالبيتها الكهربيه اعلى من اللي جنبها، كل ما شدت الالكترونات ناحيتها وبقت بارشيال نيجاتيف، بقى عليها اتولد عليها شحنه سالبه جزئيه، والذره الغلبانه دي اللي اتخذ منها الالكترونات بقت شحنه موجبه جزئيه، بقى في بارشيال نيجاتيف وبارشيال بوزيتيف. هو ده اللي بيقولوا عليه بولر، بولر بوند يعني رابطه قطبيه. عشان كده الكلام ده موجود مثلا في الميه. اه يا دكتور الاكسجين سلبيته الكهربيه عاليه جدا بالنسبه للهيدروجين، فبيشد الالكترونات اهو شايفين شد الالكترونات ناحيته يبقى اتولد عليه شحنه سالبه، والهيدروجين الغلبان ده اللي اتشد منه الالكترونات بقى موجب. طب ليه الهيدروجين غلبان؟ لان الالكترونيجاتيفيتي بتاعته قليله، لان السالبيه الكهربائيه الابيليتي بتاعته ضعيفه ما يقدرش يشد الكترونات. فالسالبيه الكهربائيه دي صفه في بعض العناصر بتكون قويه جدا بتخليها تجذب اتراكت الالكترونز، اتراكت البوند الكترونز تو اتسلف، انها تشد الالكترونات بتاعت الرابطه لجهتها. ادي السالبيه الكهربائيه بتزيد ازاي وتقل ازاي، احنا خدناها قبل كده في ايه
قلنا بتزيد في الدورة كده من الشمال لليمين وتزيد كل ما اتجهنا لأعلى. دي من الصفات الإنجليزي اللي احنا خدناها زمان. فدي ايه؟ بتزيد من الشمال لليمين وتزيد كل ما اتجهنا لأعلى. عشان كده أعلى واحد سالبية كهربية هو ايه؟ الفلور. وأقل واحد سالبية كهربية بيضحكوا عليه وبياخدوا منه إلكترونات وهو السيزيوم، ده ضعيف جدا ما يقدرش يشد إلكترونات، ده ما عندوش الابيليتي زي ما بيقول. الجدول ده مهم قوي، والجدول دوت بيوضح لي امتى نوع الرابطه بناء على الفرق في السالبيه الكهربائيه. يعني لو رابطتين كده قوه بعض، قوه بعض، ده يشد ده يشد زي بعض، يقولوا عليه الكترونز تشيرد ايكوالي، يعني الالكترونات ايه مشتركه بالتساوي. امتى الالكترونات تبقى مشتركه بالتساوي؟ لو فرق السالبيه الكهربائيه صغير من صفر لحد 4 من 10. يعني يا دكتور ايه ده؟ يعني انت ممكن تديني سالبيه كهربيه العنصرين وتقول لي نوع الرابطه ايه هي؟ اي الجدول ده مهم قوي، بيعرفنا نوع الرابطه بناء على فرق السالبيه الكهربيه. اقول لك عنصر سالبيته الكهربيه 1 وعنصر سالبيته الكهربيه 1.3، يبقى كده الفرق 3 من 10. طالما الفرق 3 من 10 يبقى هو سمول، من صفر لحد 4 من 10 يبقى سمول، يبقى دي رابطة تساهمية كوفيلنت، يبقى دي رابطة تساهمية. طب لو كان الفرق أكبر من 4 من 10 لحد 2 يبقى بولر كوفيلنت، رابطة تساهمية قطبية زي الـ HCl. فعلا الهيدروجين بيبقى 2.1 والكلور بيبقى 3.5. لو طرحنا الاتنين من بعض نلاقي فرق فعلا أكبر من 4 من 10 وأقل من 2، يبقى الرابطة اسمها إيه؟ بولر كوفيلنت، يعني رابطة تساهمية قطبية. لو فرق السالبية الكهربية 2 وأكتر يبقى دي رابطة أيونية فيها فرق كبير في القوة، فرق كبير. الرابطة دي قوية. ده يا دكتور ده في واحدة خدت إلكترون، ده خلعت دراعه كله وخدته، بقت هي سالب، ده بقت شحنة سالبة كاملة، ده الكلور أقوى من الصوديوم بكتير، فالكلور بقى سالب والصوديوم موجب. ايه اللي عرفك؟ اصل الكلور 3.5 والصوديوم 9 من 10، لما تطرحوا الاثنين بقى يطلع فوق الاثنين، يبقى كده رابطه ايه؟ الفرق اكبر من 2 يبقى الرابطه ايونيه، وطالما الرابطه ايونيه يبقى ال NaCl ده ايه؟ من المركبات الايونيه اللي فيها فرق السالبيه الكهربيه اكتر من 2 زي ما احنا شفنا. الجدول ده حلو قوي، ظريف قوي، بيعرفني بفرق السالبيه الكهربيه نوع الرابطه زي ما احنا قلنا. بيجي سؤال بقى، انا ممكن اجيب لك عنصرين بقى، اقول لك انا الارقام واقول لك ده رقم كام سالبيته الكهربيه وده كمان سالبيته الكهربيه كام، وانت تطرحيهم من بعض وتشوفي بقى هل الفرق صغير يبقى كوفيلنت، ولا الفرق متوسط يبقى بولر كوفيلنت، ولا اكتر من 2 يبقى ايونيك. كلام جميل. طيب ادي مثال اهو، ادي الكربون الكلور والبورون، نفس الحكايه، طرحناهم من بعض لقيناهم واحد، يبقى ده بولر كوفيلنت، يبقى دي بولر كوفيلنت بون. طيب كل ما فرق السالبيه زاد كل ما البولاريتي او قطبيه الرابطه بقت زياده قوي. فطبعا الرابطه الايونيه بتبقى قطبيه اكتر، ليه؟ لان سالب وموجب، شحنه سالبه وشحنه موجبه، فده بيكون فيه شحنات كبيره. اي مثال من دول لو انا عندي الارقام اطرحهم من بعض اعرف مين اكبر فرق، يبقى هو ده اللي موست بولر، يبقى هو ده اللي موست بولر. كلام جميل. بريدكت ذا تايب اوف ايتش بوند، خلاص ما احنا نشوف من الجدول بقى، اللي هطرحهم من بعض ارقامهم وتطلع صغيره قوي يبقى كوفيلنت، اللي هلاقيهم من 4 من 10 لحد 2 يبقى بولر كوفيلنت، اللي هيبقى اكتر من 2 يبقى ايه؟ يبقى ايونيك زي ما احنا شفنا. اخر تعريفين، البوند انرجي طاقه الرابطه، هي الطاقه اللي زي ما الرسمه واضحه هي قدامكم، الطاقه اللي كسر الرابط، كسر الرابط الطاقه اللي احنا بنحتاجها نيدت تو بريك 1 مول اوف بوند عشان نكسر الرابطه. كل ما كانت الرابطه ثلاثيه كل ما كانت قويه جدا، الثلاثيه اقوى من الثنائيه اقوى من الاحاديه، فكل ما كانت الروابط ثلاثيه كده يبقى الرابطه الثلاثيه تبقى اقوى من الثنائيه اقوى من الاحاديه، يبقى تحتاج بوند انرجي اكتر، كسرها يحتاج طاقه ايه؟ طاقه اكبر زي ما احنا شايفين.
البونز جيت ويكر داون ذا كولم، يعني كل ما نزلنا في المجموعه الاسفل كده البوند تبقى اضعف، وكل ما اتجهنا لليمين في الجدول في البيريود يبقى ساعتها برضو تبقى سترونجر، يعني تبقى اقوى. البوند انرجي او البوند سترينث قوه الرابطه او طاقه الرابطه، زي الصفات اللي هي الانجليزي اللي احنا كنا خدناها في الجدول وقلنا بتزيد من اليسار لليمين وبتزيد كل ما اتجهنا لاعلى المجموع. هعمل لكم ابعت لكم برضو اذكركم على الجروب بالرسمه بتاعت الجدول اللي احنا قلنا بنستنتج فيها الصفات بتاعت العناصر زي ما احنا قلنا قبل كده. اذا كانت قوه الرابطه الثلاثيه اقوى حاجه، يبقى طول الرابطه اخباره ايه يا دكتور؟ المسافه ما بين انويه الذرات ايه؟ العكس بقى، كل ما كانت الرابطه قويه جدا وطاقتها كبيره كل ما كان البوند لينس ايه؟ اقصر. شايفين الفرق هنا؟ يعني هنا يا دكتور كانت اكبر من الرابطه الثلاثيه، اكبر من الثنائيه، اكبر من الاحاديه، لما رحنا للبوند لينس اللي هو طول الرابطه بقت العكس. هل الارقام دي للحفظ؟ لا لا، بس عشان ايه؟ دي الارقام الحقيقيه بتاعتها عشان نقتنع فعلا ان الرابطه الثلاثيه اقصر ولكنها اقوى. الرابطه الثلاثيه شورت اند سترونج، التريبل بوند بتبقى شورت اند سترونج، بينما السنجل بوند العكس بقى. خلاص يا دكتور ما نتلخبطش، يبقى هي الرابطه الثلاثيه اقوى واقصر، يبقى الرابطه الاحاديه بتكون لونج اند ويك، يعني اطول ولكنها ايه؟ ولكنها ضعيفه زي ما احنا شفنا. اوكي يا جماعه، ده كده الدرس الاخير من الشابتر الثالث. ان شاء الله خلال الويك اند ده باذن الله هبعت لكم او هفعل الهوم ورك على الموقع بتاع اللي هو بيرسون